تنقل لنا الأجواء على المباشر هذه اللحظة، وكيف كانت التدخلات من طرف السلطات؟ لأن الصورة من ورائك يتضح أن المواطنين هم من يقومون الآن بالتدخل. نعم، صباحك سعيد زميلتي هاجر، وصباح سعيد لكل متتبعي قناة النهار. يبدو أن الأمطار الأخيرة المتساقطة على جل المدن الشمالية للوطن كانت قاسية جدا، سيما على بعض الولايات الشرقية للوطن على غرار ولاية بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، كذلك سكيكدا وجيجل، متواجدون بمدينة الناصرية وسط المدينة منذ ساعات الصباح الأولى لننقل لكم هذه الصورة، لننقل لكم هذه المشاهد التي تؤكد بأن سكان المنطقة عايشوا ليلة سوداء أمس، وذلك على إثر التساقط الكبير لكميات الأمطار على مستوى مناطق عدة، قلت بولايات شرق الوطن، متواجدون بهذا السوق الذي هو وسط المدينة. قلت منذ ساعات الصباح الأولى نقلنا انطباعات بعض التجار التي سنوافيكم بها لاحقا، كذلك بعض المتضررين على مستوى وسط المدينة. غياب تام للسلطات المحلية هنا بمدينة الناصرية سجلناه منذ ساعات الصباح الأولى، ودليل ذلك هو مشاركة المواطنين في التخلص من مخلفات وأضرار الأمطار الجارفة والسيول التي مست المدينة. رفقة المصور طالب أحمد عبد الرحمن نترك لكم هذه المشاهد، كما سنوافيكم بتفاصيل أدق وكل ما سيكون من جديد لاحقا إن شاء الله زميلتي هاجر. أكيد جمال الدين بوشا، جزيل الشكر لك على هذه المداخلة وعلى هذا التوضيح. هذه الصور تأتيكم على المباشر من مدينة الناصرية بولاية بومرداس، وهذا على إثر تساقط غزير للأمطار ليلة أمس السبت على ولايتي بومرداس وكذلك تيزي وزو. هذه الصور هي التي نتابعها على المباشر كما تبرز تدخل السلطات بهذه المدينة مدينة الناصرية، وكذلك مشاركة المواطنين حتى يقوموا بإزالة وإزاحة هذه الكمية من المياه التي دخلت إلى متاجر أو محلات التجار، لأن هذه الصور تأتينا من سوق داخل مدينة الناصرية كما نتابع على المباشر. نذكر فقط بأن الفيضانات التي مست ولاية بومرداس مست بلديات ولاد هداش في الجهة الغربية والناصرية كذلك في الجهة الجنوبية الغربية، وهذه الصور تأتي من الناصرية. كمية الأمطار كذلك مست ولاية تيزي وزو، أين سننقل لكم بعد قليل صور تم تسجيلها لتعطل حركة المرور ليلة أمس لساعات طويلة من الليل في الطريق ما بين بومرداس و تيزي وزو، طريق 12 بالضبط الرابط بين ولايتي بومرداس وتيزي وزو. إذا هذه الصور مرة أخرى نذكركم من إحدى الأسواق بمدينة الناصرية بولاية بومرداس، والتي ننقلها على المباشر للوضعية الناتجة عن تساقط الأمطار ليلة أمس. نعم، تحية من جديد زميلتي هاجر. كما تابعتم هذه التصريحات التجار وأصحاب المحلات التي اكتظت بالمياه، فعلاوة على انسداد الطرقات وغلقها بالكامل تم اكتضاض اكتظت المحلات بالمياه التي غمرتها منذ ليلة أمس. تحدثنا إلى التجار وكانت الخسائر معتبرة بخصوص السلع والبضائع، كذلك بالنسبة تجدر الإشارة زميلتي هاجر إلى أن الأمطار لا تزال تتساقط إلى اللحظة، توقفت منذ ليلة أمس والآن بدأت الأمطار في التساقط وربما بتساقط كبير. نعم، أنا أسمعك يا هاجر إن كان هناك تساؤل أو أي شيء. تساؤل أكثر شيء جمال الدين بوشا، حجم تدخل السلطات، لأنك أنت في حديثك مع التجار أشرت إلى نقطة أنهم هم من بادروا لذلك، وهو أمر طبعا لأنه ممتلكاتهم، لكن كذلك على مستوى الطرقات مدى تدخل السلطات بالمنطقة.
نعم زميلتي هاجر، قلت قبل قليل بأنه غياب تام للسلطات حقيقة هنا بوسط مدينة الناصرية، وحتى الشاحنة التي كنتم تشاهدونها في المشاهد التي أرسلناها لكم صاحبها متطوع، صاحب الشاحنة متطوع، كذلك أصحاب المحلات هم من يبادرون ويقومون بفك العزل عن هذه الطريق وعن يعني قلت فك العزلة عن الطريق وعن جرف كل ما جرفته المياه إلى وسط المدينة هنا بهذا السوق الذي يعد سوق وسط المدينة. الحركية بالنسبة لهذه السوق، نعم. ما دام أنه سوق ربما الحركية دائما تكون من المواطنين، اليوم تعطلت أشغال المواطنين بهذه المدينة. حركية شبه منعدمة لأن التجار غابوا عن السوق اليوم بسبب الأمطار وبسبب الخسائر التي تكبدونها أمس. حركة عادية بالنسبة للسيارات لأنه هنا كما تعلمين المدينة ليست كبيرة جدا، ولذلك تنقص الحركة بها. التجار فيه بعض المحلات التي فتحت أبوابها أمام الزبائن لكنها قليلة جدا، أغلب المحلات هي مغلقة، يتم يعني تنقيتها من السيول التي جاءت إليها. نعم أكيد أكيد. فقط جمال الدين بوشة دائما نواصل هذا في رصد، ابقى معي إذا أمكن. نعم يعني مساعدة المواطنين كانت في كل تتجلى لأن الأمطار في هذه اللحظة تتساقط، غزالة الأمطار وأنت تتواجد هناك، وتخوف التجار هذه اللحظة من عودة السيناريو ليلة أمس. نعم لا لم أسمعك جيدا زميلتي هاجر. في هذه اللحظة أشرت منذ قليل بأن الأمطار بدأت تتساقط مرة أخرى على مدينة الناصرية، مدى غزارة هذه الأمطار؟ وأنقل لنا كذلك تخوف التجار من تكرار السيناريو اليوم، كيف يحضرون لليوم إذا تواصلت الأمطار في تساقط؟ التجار ما كانوا ينادون به هو تدخل السلطات فقط يعني لتدارك حجم الأضرار التي سببتها الأمطار هنا وسط الناصرية لا غير. كما قلت الأمطار شرعت منذ قليل في التهاطل على مستوى المدينة، ولا نعلم إلى متى ستستمر هذه الأمطار في التساقط، لكن ما ينادون به التجار هو تدخل السلطات. أكيد أكيد، وربما ستكون بعد قليل تقديم ما نأمله زميلتي هاجر. بالفعل ستكون هناك تقديم لنشريات عن الوضعية الجوية أكيد، وسنوافيكم بها. الصور تأتينا على المباشر، ابقى دائما معنا جمال الدين بوشة لأننا ننقل الصورة على المباشر من سوق مدينة الناصرية بولاية بومرداس. رغم الحديث أن المحلات معظمها في حالة اعتمرت بالمياه وغمرتها عفوا المياه، وحاول التجار إزاحة هذه المياه، لكن لاحظوا جمال الدين بوشة في نفس الوقت أن هناك من بدأ في عرض سلعه ليست بالنسبة الكبيرة، لكن هناك من التجار من أراد بدء عرض سلعه. نعم كما تشاهدين زميلتي هاجر وكما يشاهد مشاهدي ومتتبعي قناة النهار، هذه المشاهد تأتيكم مباشرة من وسط مدينة الناصرية في هذه اللحظات. جزيل الشكر لك جمال الدين بوشة على موافاتنا بكل هذه المعلومات، والصورة تصلكم مشاهدينا على المباشر من مدينة الناصرية ووضعية هذه المدينة بعد تساقط الأمطار طيلة ليلة أمس على ولاية بومرداس وكذلك ولاية تيزي وزو، والتي خلفت فيضانات على مستوى الولايتين وبالضبط بمدينة الناصرية. على كل المتابعة تنمنا لهذا الموضوع دائما انضموا إلينا هاتفيا السيد أحمد أيد قاسم وهو المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية. أهلا بك سيد أيد قاسم. إذا نتحدث عن مدينة الناصرية.